ستكون هذه القافلة عدة منا عدة نقاط على مستوى كل الدوائر، على مستوى كل الأقسام الفرعية، من أجل العملية التوعوية، من أجل تحت الشعار حصاد بدون نار. انطلقنا في هذه الحملة، هي حملة إعلامية تحسيسية توعوية فيما يخص الوقاية من الحرائق، وكذلك كيفية استعمال المدفأات ولا الوسائل الخفيفة للإطفاء. إذا هذا هو يحتاجه في الحقيقة الفلاح منا، والمستثمر كيعود في المستثمرة كما هذه بعيدة على البلاد والحماية المدنية بعيدة عليها، إذا يحتاج باش نعطوا له بعض الأمور باش على الأقل يتكفل هو بالحرائق إذا كان من البداية الأولى.